أهلا بك سيد رائد. طبعا الجميع اليوم يترقب شهادة باول، برأيك هل سيواصل سياسة جانيت يلن في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة أم أنه سيتبنى سياسة أكثر تشدد؟ تماما، من المتوقع بشكل كبير أن يكون الرئيس الجديد الفيدرالي الأمريكي يمشي على نفس النهج، لأنه كان في عنا تصريحات سابقة وكان في عنا حديث سابق له والتأكيدات بضرورة الانتهاج السياسة التدريجية بتشديد السياسة النقدية في الفترة القادمة، وذلك لضمان أولا بقاء المومنتوم والزخم الحقيقي داخل الاقتصاد الأمريكي والإبقاء على التعافي الاقتصادي لفترة أطول، ومن ثم احتوائه تدريجيا بدلا أن يكون هناك خروج نوعا ما عن السيطرة لمستويات التضخم. ممكن أن يبدأ رفع أسعار الفائدة التدريجي أو يستمر رفع أسعار الفائدة التدريجي، ومن المتوقع أن يكون 3 مرات رفع هذا العام كما كان متوقع للفدرال الأمريكي. نعم، طيب بالنسبة للدولار برأيك كيف سيؤثر هذا على الدولار؟ حقيقة الدولار الأمريكي رأيناه يستعيد بعض التعافي مؤخرا وعودة للارتفاع بعد أن كان عند أدنى مستوياته في بداية الشهر تقريبا شهر فبراير، يعود للارتفاع تدريجيا. طبعا الآن مرحلة ترقب وانتظار في لحديث وشهادة باول في للفترة القادمة، ومن ثم من المتوقع أن يكون هناك ضغط على الدولار الأمريكي بالاتجاه المنخفض بشكل أكبر نتيجة عدم رفع أسعار الفائدة بالمرات المتوقعة من قبل السوق. السوق يسعر 4 مرات لرفع أسعار الفائدة، بينما الفيدرالي حتى الآن متمسك ب3 مرات رفع لأسعار الفائدة، وذلك يضغط على أداء الدولار الأمريكي أو قد يضغط عليه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. يعني سوف نرى دولار أمريكي قوي في 2018؟ ممكن جدا أنه بعد هذه العملية أنه يكون عندنا الرفع الأول لأسعار الفائدة يستعيد مجددا الدولار الأمريكي موجة الصعود، لأنه أوردي كان في عندنا مثل ما ذكرنا بعض الارتفاعات. ممكن أن يواصل الارتفاعات مع مواصلة التضخم للارتفاع. إذا خرج التضخم عن السيطرة يضطر الفدرال الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر مما هو متوقع. نعم، في ظل ما ذكرت ما حظوظ الذهب؟ بلا شك الذهب كان يستفيد في الآونة الأخيرة من ضغط كبير بالاتجاه الصاعد. كان هناك ضغط بالهبوط آخر يومين، يعني خلينا نحكي بداية تعاملات هذا الأسبوع نزل عندنا الذهب إلى مستويات تقريبا 1325 دولار للأونصة، والآن يتداول عند 32 دولار للأونصة. حقيقة فنيا نرى أنه في عندنا موجة صاعدة على الذهب قد تستمر نحو مستويات 1360 دولار للأونصة، بالاعتماد على ضعف الدولار الأمريكي المتوقع، وكذلك بالاعتماد على الضعف الذي شاهدناه مؤخرا قبيل حديث باول في أسواق الأسهم بنتيجة هناك عدم الرغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين واتجاه إلى ملاذات آمنة. نعم، ننتقل إلى أوروبا بعد حديث ماريو دراغي يوم أمس، وفي ظل ترقب أيضا أحداث سياسية مهمة في منطقة اليورو الأسبوع القادم، ما أبرز المخاطر التي تترقبونها في الأسواق الأوروبية سواء على صعيد الأسهم أو العملات؟ حقيقة الخوف من المنطقة الأوروبية تراجع بشكل كبير مع تحسن مستويات التضخم التي كانت تعتبر عائق كبير بالنسبة لنمو الاقتصاد الأوروبي إجمالا. في نفس الوقت يعني تصريحات دراغي التأكيد على إشارات التعافي داخل الاقتصاد الأوروبي مرهونة بتحسن أسعار النفط الأخير، كان هناك لينك قوي جدا وارتباط قوي ما بين تحسن أسعار النفط وارتفاع مستويات التضخم، وبالتالي ممكن أن يكون هناك تخفيض تدريجي لبرنامج التيسير النقدي الضخم الذي يتبعه المركز الأوروبي بغض النظر عن التوترات السياسية التي قد تحدث داخل المنطقة الأوروبية. نعم، سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا.